اهلا وسهلا بيكم. النهارده احنا في المنحل ده، والمنحل ده طيره صغير شويه، يعني في مناحل تانية صورت فيها الطير فيها اكتر من كده، بس مش معنى كده ان هيتني كده، لا هو ان شاء الله هيكبر. بس دلوقتي الجو ساقع شويه، زي شايفين الدنيا مغيمه اهيت، فده مأثر عليه، بس مش معنى كده ان انت تهمل في علاج الفروه. احنا المره التالته اهو بنعالج، تابع معايا اهوت. طبعا انتوا عارفين ان احنا الميت خلية بنحط لها لتر فروميك، وتركيز الفروميك عالي 98%، بس لو النحل صغير ممكن تقلل، يعني انا بقلل النسبة هنا شوية لان النحل ده صغير شوية، ممكن تقلل عن اللتر، لكن في جميع الاحوال مهما كان النحل كبير ما تزودش عن اللتر. لكل ميت خلية ممكن يبقى 6 من 10 من اللتر، 7 من 10 من اللتر، ماشي. انا عامل هنا 7 من 10 للمدخل. تابع معايا بقى وانت بنعالج عشان خاطر النحل ما يرجعش منك. لازم أن تكون لابس ال لابس تكون لابس الجوانت الجلافز عشان خاطر الفورميك بياكل الايد. انا بس باكد عليك، وكمان ما تنساش ان انت ما تشتغلش في الورق دهوت الا ما يكونش ما بينقطش. اهو الورق اهو، يعني ما بتنقطش، لو نقطت ممكن تموت الملكة بسهولة. العلاج سهل بس اهماله بيموت النحل. طبعا الورقة دي بتبخر، ما تفتحش الخلية في خلال يومين، هيت ما تفتحش الخلية في خلال يومين عشان خاطر الريحة تعبي في الخلية، ريحة الفورميك، والفرو اللي فيها ايه يقع من على النحل. انا حبيت افكرك بكده عشان في ناس يقولك ده احنا خلاص النحل بدأ يكبر شوية وما فيش داعي للعلاج. اكبر غلط، اكبر غلط. لو ما عالجتش والفرو اتمكن من النحل، خاصة في الجو الساقع ده، النحل بيرجع لورا والحضنة بتنقب ويصاب بالنزيمة بعد الفروة، يبقى انت دخلت نفسك في ايه، في سكة مش تمام. هو ما بتنقطش. يا رب تكون كل حاجة واضحة عشان خاطر ما تهملش في حاجتك. في نهاية اللقاء، لأن ما بحبش أطول في الفيديوهات، بحب أقول المختصر المفيد. لو عجبك المقطع الفيديو ما تنساش، لو أنت مش مشترك تشترك في القناة، وما تبخلش علينا باللايك والشير. ولو عندك أي استفسار في مجال النحل اكتب لنا وإحنا هنرد عليك. شكرا ليك وإلى اللقاء.